مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة اكادير. تحية صباحية عطرة لكل المتابعين الاوفياء اينما كانوا، سواء داخل المغرب او خارج المغرب. كنحييكم عاليا وكنتمنوا لكم يوم سعيد ونهاية اسبوع موفقة باذن الله تعالى وبركته. كما عودناكم دائما كل صباح كنطلع لكم من خلال هذه الإطلالة الصباحية من أجل ربط أواصر التواصل والنقاش معكم في كل صباح. فمرحبا بكم إخواني الكرام وصباحكم مبروك. وطبيعة الحال موضوعنا اليوم كيتعلق يعني بهذه التساقطات المطرية اللي عرفتها بلادنا خلال الأيام القليلة الماضية، حتى يعني إلى حدود اليوم. يعني كاين مجموعة من المدن اللي كتعرف مجموعة من التساقطات المطرية، وكنا كنعرفوا بأن المغرب كان يعاني في مجموعة من المناطق، خاصة هنا بجهة سوس ماسة اللي كتعتبر أحد الأعمدة ديال الاقتصاد الوطني على المستوى الفلاحي، لا سيما وأن مجموعة من الأقاليم ديال الجهة كتزخر بالمنتوجات الفلاحية باعتمادها بشكل كبير على هذه التساقطات المطرية لدى الفلاحين. في نظركم إخواني الكرام، واش ما كتشوفوش بأن هذه التساقطات المطرية ربما ستساهم في إنقاذ الموسم الفلاحي، ويكون إن شاء الله موسم زاخر، موسم جيد جدا، وبالتالي أيضا حتى يعني الخضر الفواكه اللي ربما كيشتكي مجموعة من المواطنين من الغلاء ديالها، ربما واش كتشوفوا بأن هذه التساقطات المطرية غادي تساهم فاش أن يعني الخضر والفواكه هي الأخرى يعني تعرف الأثمنة ديالها نوع من الانخفاض، وبالتالي فهذا الشيء غادي يكون يعني في صالح المواطن المغربي وغادي يلائم القدره الشرائيه ديالو، خاصه في ظل هذه الازمه ديال كورونا. فمرحبا بالاراء ديالكم ومرحبا بالتعليقات ديالكم. بطبيعه الحال بغينا كل شيء اللي كتب معنا هذا البث المباشر يشارك معنا بالراي ديالو بطبيعه الحال، ويكون واحد نقاش هادف، واحد نقاش فعال في هذا الصباح الجميل من اعلى هذا المنظر الجميل جدا بعد ما تسقطت تساقطات مطرية غزيرة على مدينة أكادير. كما كتشوفوا فالسماء لا زالت ملبدة عفوا بالغيوم، وربما تنذر بقدوم أمطار أخرى، أمطار الخير اللي كنتمنوا أنها تكون في الخير على بلادنا، وإن شاء الله ربي يرفع هذا الوباء يا رب باش نرجع للحياة الطبيعية ديالنا. فغادي نحاول بطبيعة الحال انني نتفاعل معكم من خلال قراءة التعليقات ديالكم، كل واحد بالاسم ديالو. كنشكرو كنوجه ليه تحية صباحية عاطرة من هنا من قلب العاصمة السوسية مدينة اكادير. فمرحبا بكم اخواني الكرام. يعني هاد التساقطات المطرية اللي استبشر بها الفلاحون خيرا ويمنون نفس بانها ستعيد الموسم الفلاحي اللي كان ربما قاب قوسين او ادنى باش انه يكون موسم يعني جاف، موسم يعني كغيره من المواسم اللي طالت سنوات العجاف، وكان مجموعة من الفلاحين يعني مهددين بالإفلاس. كاين فلاحين اللي يعني ما شاء الله يعني تبعهم مجموعة من الديون والقروض ديال الأبناك وغيرها، وكان يعني الفلاحين مهددين يعني بالسجن إن لم يتم تسديد هذه الديون. كل هذه مجموعة من الأمور اللي كيعانيو منها الفلاحين ديال المغرب، خاصة الفلاحين الصغار اللي كيعتمدوا بطبيعة الحال على الزراعات يعني اللي ممكن نقولوا أنها موسمية، أو بعض يعني الخضر والفواكه اللي كيصدروا فقط في السوق المحلية هنا. فضحى خديجة كتقول الحمد لله والشكر لله، الله يعطينا على قد نفع. آمين يا رب أختي ضحى، تحياتي لك. سليم الأمير على أي يا أخي، لكن أنت فقط يعني هذا الشيء بطبيعة الحال كيعبر على المستوى الدني ديالك. فعلى كل حال شكرا لك، شكرا. هادشي باش غادي نجاوبك يا اخي رشيد بن شرق، صباح الخير. يوسف سليم، صباح النور اخي الكريم.
مبارك كيقول خاص المناطق الفلاحية اللي تبان في هذه اللحظات. شكرا لك أخي، إن شاء الله ستكون لنا عودة للموضوع بإذن الله تعالى. ريحانا كمال، كنطلب من الله هذه النعمة يا رب. شكرا لك أخي. بطبيعة الحال مصطفى بالحسن، صباح الخير أخي، شكرا لك. شكرا بطبيعة الحال لكل الناس يعني اللي كيعلقوا معنا. ماريا من مدينة الدار البيضاء، تحية صباحية أختي الكريمة. فأيضا حتى يعني التساقطات المطرية، واش كتشوفوا في نظركم إخواني أخواتي الكريمات بأن أثمنة ديال الخضار والفواكه هي الأخرى غادي تعرف يعني انخفاض، بسبب يعني ان يعني ربما التساقطات المطريه كاينه. ان شاء الله الموسم الفلاحي ان شاء الله غادي يكون بخير وعلى خير. الفلاحين ربما ستنتعش يعني الفرشه المائيه، خاصه هنا بجهه سوس مساء اللي كانت الفرشه المائيه يعني قد جفت في بعض المناطق. كاين فلاحين اللي باعوا يعني الفيرمات ديالهم داروها في المزاد العلني. كاين فلاحين اللي سدوا الضيعات الفلاحيه. كاين ايضا الفلاحين اللي صراحه كانوا مهددين يعني بالحبس، ويعني ولاو مجرجين في المحاكم بسبب الديون المتراكمه عليهم. وكاين مجموعه من الامور. مصطفى بوسلام كيقول صباح الخير، اجيب على السؤال. الفلاح الصغير ما لقاش بلاتي نشوف ما لقاش باش يشري الزريعه. شكرا. اكيد يا اخي، راه هذا الشيء اللي كنتحدثوا عليه. يعني كاين فلاحين اللي ولاو يعني ربما صابهم الافلاس، ما بقاش عندهم القدره حتى باش يشريو يعني كما قلتي الزريعه، باش انهم يبداو الموسم الفلاحي ديالهم كغيرهم من الفلاحين. يعني المستفيد الاكبر يعني دائما كما كنقولوا هو الفلاح الكبير، هو الفلاح اللي يعني لا يتاثر بشكل من اي الاشكال بهذا الجفاف. يعني قليل فاش كيتاثر، لان عنده راس مال كبير، لانه مستحوذ على السوق، لان كاين مجموعه من الامور اللي بطبيعه الحال كتحكم في النشاط الفلاحي ديالو. فكما كنشوفوا دائما يعني المواطن البسيط والفلاح البسيط والفلاح الصغير هو المتضرر بشكل كبير، وهو اللي يعني اليوم يعني فرحان بهذا الشتاء اللي نعم علينا سيدي ربي بها. وكيتمنى ان الموسم الفلاحي يكون ان شاء الله جيد وموسم مثمر اللي ربما يعوض ليه السنوات الفارطة اللي كانت سنوات عجاف. وايضا حتى المواطنين هم الاخرين استبشروا خيرا بهذا الامطار وبهذا التساقطات المطرية. وبطبيعة الحال يمنون النفس باش انها تأثر بشكل ايجابي على الأثمنة ديال الخضر اللي صراحة يعني كانت في بعض الاوقات كتعرف أثمنة صاروخية، وكاين واحد الغلاء، وكل شيء كيشتكي مع هذه الأزمة. وربما هذه بشيرة خير ان شاء الله. كنتمنوا يعني ان هذه الأثمنة بطبيعة الحال تنخفض نوعا ما، اللي يعني تستجب للقدرة الشرائية ديال المواطن الضعيف، المواطن المهلوك، المواطن يعني الكادح الفقير اللي ربما يعيش فقط على بضع دريهمات كما كنقولوا ان صح التعبير. لان هناك اناس صراحه اللي وصلت فيهم العظم بسبب هذه الازمه ديال كورونا، الناس اللي فقدت العمل ديالها، الناس اللي فقدت المورد ديال الرزق ديالها، وهم الذين دائما نتحدث عنهم، هم الذين يجب ان يعني يستفيدوا. لان يعني اي مورد اخر للرزق ما بقاش عندهم بسبب هذا كورونا. فهاد التساقطات بطبيعة الحال كما قلت، فالفلاح الصغير سيستفيد منها بشكل كبير ان شاء الله. التوحيد كيقول يا ربي شكرا يا اخي. فتحياتي لك على اي نجوى. رضوان الحمد لله اختي الكريمة على نعمة الله تعالى وبركته، شكرا لك. فايضا حتى يعني الناس اللي كتحدث عن البنية التحتية، البنية التحتية حديت فلا حرج، فهي الاخرى يعني تأثرت بشكل سلبي بسبب التساقطات المطرية. كاين هناك مجموعة من المناطق اللي عرفات يعني أودية وبحيرات تغزو الشوارع، هذا موضوع آخر وتحدثنا عنه بإسهاب في مجموعة من اللايفات، في مجموعة من المباشرات اللي شفتوها معنا إخواني الكرام وتبعتوها معنا. فالناس علوي كيقول طاحت الشتاء ولا ما طاحت خضرة ديما غالية. يا أخي يعني
باش كيكون الموسم الفلاحي يعني جيد، فربما الخضر والفواكه تتقلب الأثمنة ديالها بين الانخفاض والارتفاع، وكنتمنوا دائما أنها تكون في مستوى التطلعات ديال المواطن البسيط المغربي القح. يعني هو اللي خص أنه طبيعة الحال يستفد يعني من هاد التساقطات المطرية، ربما اللي تخلي يعني الخضرة ترخص، وإن شاء الله كل شيء يعيش فرحان وبخير وعلى خير. هذا الشيء اللي كنتمناه إخواني الكرام، فتحياتي لك أخي أنس بطبيعة الحال. شكرا ملك، كتقول اللهم أغثنا غيثا نافعا ينفع البلاد والعباد، آمين يا رب أختي الكريمة. فأنتم كما كتشوفوا جو جميل جدا هنا بمدينة أكادير، وبطبيعة الحال اللي عرفت يعني أمطار الخير طيلة هذه 3 أيام، واستمرت إلى حدود يعني ليلة أمس، يعني في مجموعة من المناطق، في مجموعة من الأقاليم التابعة لجهة سوس ماسا، كإقليم تارودانت، كتيزنيت، وأيضا طاطا وغيرها من المناطق اللي صراحة عرفت تساقطات مهمة، وأيضا غادي تساهم في إغناء الحقينة ديال مجموعة من السدود يعني على مستوى الجهة اللي كانت يعني إلى الأمس القريب كانت تعاني من شح المياه. كانت مدينة أكادير مهددة بالجفاف لأن المزود الرئيسي يعني للمدينة بطبيعة الحال جف عن آخره، يعني قرب أنه يجف كامله، وكانت يعني الشركة المكلفة يعني بتوزيع الماء على المدينة كانت تقوم بسياسة اقتطاع الماء كل ليلة، يعني كيقطعوا الماء على المدينة من أجل المساهمة في التدبير ديال هاد المياه المتبقية بالسد، لأن إذا تم يعني الإفراط في استعمال الماء فربما كانت ستقع كارثة هنا بمدينة أكادير، وستكون مدينة بدون ماء. فلم يسبق يعني في تاريخ المدينة شهدت هاد الفترة العصيبة ديال الجفاف، ولله الحمد اليوم يعني بعد التساقطات المطرية الكل يعني استبشر خيرا، كل يعني الحمد لله، قال الحمد لله بطبيعة الحال على هاد الغيث، على هاد الرحمة الإلهية، لأنها صراحة غادي ساهمت بشكل أو بآخر في يعني في إغناء حقينة السدود اللي امتلأت بعض الشيء. فكنتمنى أن الأمطار إن شاء الله تبقى تستمر، الأمطار إن شاء الله لما لا أسبوع أو أسبوعين، باش يعني أننا نغطيو هذا النقص في المياه، وحتى أيضا الفلاحين بطبيعة الحال أنهم يستفدوا الشيء الكثير، لأنهم يعني لم يتبقى لهم ما يسقون به يعني الخضروات والفواكه في الضيعات الفلاحية، بعدما أيضا حتى الفرشة المائية جفت في بعض المناطق كتارودانت وإقليم شتو كيتباها اللي تحدثنا عليها، واللي قلت بأن كاين مجموعة من الفلاحين اللي سدوا الفيرمات ديالهم، ما بقى عندهم باش يسقيو، ما بقى عندهم حتى شي حاجة، وهذا الشيء بطبيعة الحال أثر عليهم وعلى النفسية ديالهم. كاين فلاحين اللي أصابهم الإفلاس نظرا لتراكم الديون، نظرا يعني المصاريف الكثيرة، وما كاينش يعني حتى يعني البيع بطبيعة الحال ديال المنتوجات ديالهم. ف رشيد بن شقيق يقول الخضرة من 6 دراهم ل 3 دراهم بطبيعة الحال أخي. فهذا الشيء اللي بغينا يعني أن يعني لما لا تنزل على 5 دراهم، باش أي مواطن بسيط أنه يستفد، ممكن أنه يتقضى يعني المستلزمات اليومية ديالو من هاد يعني الخيرات ديال بلادنا، ولله الحمد فبلادنا تزخر بخيرات عديدة، سواء في الخضار، سواء في الفواكه، سواء في مختلف المنتوجات الفلاحية اللي صراحة ما كاين ما أحسن من بلادنا فيما مشينا يعني بطبيعة الحال. فنجد المنتوج الوطني يرفرف عليه في مختلف الدول، يعني ولله الحمد احنا معروفين بالتصدير، معروفين يعني بالإنتاج الفلاحي الغزير والوفير، وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي بغينا حتى السوق الداخلية والسوق المحلية تستفد، وإن شاء الله تكون هذه المنتوجات اللي الفلاحية اللي تعرض في الأسواق الداخلية بأثمنة رخيصة جدا، اللي يستفد منها المواطن البسيط.
بطبيعة الحال بعد هاد التساقطات المطرية الهامة اللي عرفتها بلادنا. هاد الشيء اللي بغينا وهاد الشيء اللي كنتمناه بطبيعة الحال إخواني الكرام أخواتي الكريمات في هذا الصباح الجميل، مع تحياتي لكم، ونشكر كل الناس اللي تابعوا معنا هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير، مع أحلى التحايا وأزكى عبارة التقدير والاحترام لكم أحبتي في الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.